شخص يا فضيلة الشيخ لأول مرة يريد أن يحج ولم يتزوج وقد بلغ 40 من عمره، بأيهما يبدأ؟ إذا كان عنده سعة من المال يتسع للحج وللزواج فإنه يحج، أما إذا كان المال لا يتسع إلا لأحدهما فإن كان يخاف على نفسه إذا لم يتزوج فإنه يقدم الزواج، وإن كان لا يخاف على نفسه فإنه يقدم الحج. نعم.